لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، من رحمة الله عز وجل بنا وبكم أن جعلنا ندرك موسم الخير والبركات، فبلغنا وضاعف لنا في هذه الأيام الحسنات، وفيها تكفر السيئات، فالسعيد من اغتنم هذه الأيام والليالي وحرص عليها، والخاسر المغبون من فرط فيها وتكاسل عنها. أيها المسلمون، إن سلفكم الصالح كانوا يعظمون هذه العشر كتعظيمهم للعشر الأواخر من شهر رمضان. نعم، إن هذه المواسم المباركات من أفضل أوقات القربات، هذه الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، حتى قال بعض أهل العلم إن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أيامها أفضل من أيام العشر الأواخر من شهر رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر، يتسابق فيها المتسابقون ويتنافس فيها المتنافسون. خصها الله عز وجل بالعطايا وفضلها بخصائص ومزايا، اختارها الله واصطفاها وجعلها في أفضل وجعلها في الفضل والعلا، فأقسم به المولى جل في علاه فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وباتفاق المفسرين أن هذا المقسم به إنما هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة مع اختلاف في تحديدها. وقد جاء عن ابن عباس موقوفا وعن جابر مرفوعا أنه قال: العشر الأول من شهر ذي الحجة هي الليالي العشر التي أقسم الله بها. عباد الله، هذه الأيام خير أيام للتسابق إلى الخيرات، خير أيام للمسارعة إلى الطاعات، خير أيام لإدراك فضل رب البريات. أحبها الله تعالى وبين فضلها، كيف لا، وفي هذه العشر تجتمع أمهات الطاعات، وفيها من الطاعات ما لا تجتمع في غيرها من أيام السنة، ففيها تهليل المهللين وتكبير المكبرين وتلبية الملبين، وفيها طاعة الطائعين من صوم وصلاة وإنفاق في الأضاحي وتجهيزها والصدقات، وفيها الحج فأركان الإسلام مجتمعة في هذه الأيام. نعم، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. في رواية صحيحة: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل
من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري وأبو داود، واللفظ له. أي عباد الله، هذه الأيام ما تعمل من عمل فعملك أفضل الأعمال، حتى إن أحدا لا يساويك إلا ذاك المجاهد الذي يدافع عن أرض الإسلام وعن دين الإسلام وعن أعراض المسلمين، فالذي خرج بنفسه وماله دفاعا عن دين الله عز وجل هو الذي يمكن أن يكون سبقك، وإلا فأنت السابق. أيها المسلمون، إن كثيرا من المسلمين لا يستطيعون الذهاب إلى البيت الحرام، والله سبحانه وتعالى الكريم ذو الإنعام جعل لمن لم يقدر على الذهاب، جعل لهم في هذه الموسم، في هذا الموسم المبارك في العشر، أعمالا مشتركة للسائرين والقاعدين. فمن عجز عن الحج في عامه قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. فأبواب الخير ميسرة كثيرة، وفضل الله واسع، ومننه على عباده عظيمة. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. البدار البدار، تعرضوا رحمكم الله في هذه الأيام المباركات لنفحات رب البريات، فإن السعيد من وفق لأن ينال فضل الله ورحمته بطاعته وبامتثال أمره. أيها المسلمون، يشرع في أيام عشر ذي الحجة التكبير مطلقا ومقيدا، لقوله جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وباتفاق المفسرين الأيام المعلومات هي أيام العشر. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، كما يشرع التكبير المقيد لقوله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. وهي أيام التشريق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه. وذكر البخاري في صحيحه تعليقا عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما: فقوموا مكبرين، واخرجوا مكبرين، وادخلوا مكبرين مهللين. التكبير المقيد يكون من يوم عرفة من صلاة الفجر حتى ثالث أيام التشريق، وهو رابع أيام العيد عصرا. أيها المسلمون، إن التكبير الوارد عن السلف بألفاظ متعددة: أي واحدة منها امتثلت فقد أتيت بأمر الله وامتثلت ذكر الله. ومن ذلك ما جاء من قولهم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. وورد بصيغة تثنية التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وصح عن ابن عباس أنه كان يقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر أجل، الله أكبر، ولله الحمد. رواه ابن أبي شيبة. وثبت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه كان يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. رواه البيهقي. معاشر المؤمنين، يشرع للمسلم في هذه العشر المباركات أن يتقرب إلى الله جل وعلا بمختلف ومتنوع الطاعات والقربات، ومنها الصيام على وجه الخصوص،
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر، وإن لم يكن يصوم العشر كله كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، لكنه كان يصوم. أما اليوم العاشر وهو يوم العيد فهو يوم محرم صومه، لكن المقصود صوم أيام التسع، وسمي صوم العشر تغليبا. وورد في فضله ثواب عظيم، فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم، وهذا في صوم التاسع من العشر. ومن الأحكام الشرعية التي تتأكد معرفتها في مستهل هذه الأيام ما روته أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواهما مسلم في صحيحه. فمن أراد أن يضحي يتأكد في حقه إذا دخلت العشر ألا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا من جلده شيئا حتى يضحي. وهذا خاص بمن أراد أن يضحي، لا بالأهل والأولاد الذين تضحي عنهم، ولا الوكيل الذي يضحي، ولا الحاج الذي يذهب إلى الحج وله نسك. أيها المسلمون، إن الإنسان المسلم عليه أن يغتنم الأوقات ويسارع في الخيرات، فإنه لا يدري هل يعيش إلى الفجر. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. والنعمة